السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة يوميات وأفكار. اليوم إن شاء الله من قلب الطبيعة ومن شجرة الكرم، بالضبط شجرة ستين. قطفت هذا الكريم سات وحبيت نشارك معكم مربى أو كونفيتور ديال التين اللي هو الكرموس كيف ما كنقولوا عليه. تبارك الله هذه الكمية هذه عبرتها لقيتها 2 الكيلو، وان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنصاوب الكرموس، وكنستغل الكرموس اللي يكون في الشجره في هذا الموسم هذا، وكندير منه كونفيتور اللي غادي يبقى عندي ديما. كنحيد ديك النباته الكبيره اللي كتكون الفوق. شوفوا تبارك الله الكرموسه كي معسله. كناخذ هاد الكرموسات هادو اللي كيكونوا كبار، كنقسمهم على 4 كيف ما كتشوفوا، واللي هي كتكون صغيره في الحجم كنقسمها غير على 2. الوقت ديال المربى هو هذا، ديال الوقت ديال التين عفوا هو هذا. الانسان علاش ما يستغلوش؟ انا عندي شجيرات هنا ديال الكرم، كناخذ منهم بحال هكا في الموسم ديال التين، كناخذ منهم وكنصاوب منهم كونفيتور. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش شجيره بحال هكا ولا هذا، ممكن انكم تشريوه، يعني دابا راه متواجد في السوق وهذه هي الوقيته ديالو. فعوض باش اننا ناخذ كونفيتور ما عارفينش اشنو فيه وفيه المواد الحافظه وهذا، وحتى السكر كتحكمي في الكميه ديال السكر اللي انت بغيتي حلو، بغيتي ناقص من الحلاوه، بغيتي هذا. فما كاين ما احسن من انك تصاوبي لدارك ولوليداتك شي حاجه طبيعيه وعلى يدك وعارفه اشنو فيها. شوفوا تبارك الله الكرموسه كيفاش عامله من الداخل. انا الكرموسه اللي حليتها ولقيتها بحال هكا غوزيه كانت قاسمه معكم وكنوريها لكم في الكاميرا. كيف ما شفتوا انا غادا نستمر بحال هكا حتى غنكمل هذه الكميه ديالي كامله باش ما نطولش عليكم الفيديو وندوزو للمرحله المقبله. بعد ما كملت التقطاع ديال الكرموس كيف ما كتشوفوا، هذه هي الكميه اللي كيف ما قلت لكم اللي هي كبيره قسمتها على 4 واللي هي صغيره قسمتها غير على 2. دابا غادي نزيد عليها السنيده. عبرت واحد نص كيلو، واحد الكيلو ديال السنيده غادي نضيفو عليها، وغادي نخليها واحد 24 ساعه ونغطيها بالسلوفان، وغادي نديرها في الثلاجه. درتوها في الليل استعملوها في الصباح، درتوها في الصباح استعملوها في الليل. انا خليتها ما كنتش مساليه، خليتها تقريبا واحد يومين في الثلاجه، يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه، حتى كتذوب هذيك السنيده وكتطلق لنا الماء ديالها كيعود على شكل سيرو. وديك الساعه غادي ندوزو لمرحله الطهي. كنتاكدوا باننا غطينا الكونفيتور، غطينا يعني الحله فاش درنا هذا التين مزيان، وغادي نديروها في الثلاجه، ما نخليوهاش على برا، غادي نديروها في الثلاجه باش نحافظوا، لان دابا عارفين الصهدو هذا كيقوى الناموس كيقوى الحشرات. فمن الاحسن اننا نديروها في الثلاجه ونتسناو عليها حتى الوقت اللي نبغوا نطيبوها. المهم ما تفوتوش فيها يومين، راه تبارك الله السنيده كتذوب وكتعود واحد السيرو غزال. ندوزو دابا للمرحله المقبله. كيف ما كتشوفوا معايا، ملي دازت المده شوفوا ديك السنيده اللي خلطنا مع الكرموس ها هي دابت، وتفاعل الكرموس مع السنيده ورجع عندنا واحد السيرو. شوفوا تبارك الله، يعني ما كاين حتى شي شوائب، ما كاين حتى شي حاجه، هي السنيده تلقات ولا على شكل سيرو، ما زدنا فيه حتى شي قطره الماء. هذا راه ما كاين لا ما لا والو، غير الكرموس مع السنيده ملي كتبقى كذوب وسط منه كتعطينا هذا السيرو. هذا هنا غادي نوجد الاناء اللي غادي نطيب فيه، وغادي نخوي فيه المحلول ديالنا، هذا الكونفيتور ديالنا. شوفوا تبارك الله، هذا راه غير السيرو ديال السنيده ملي دابت، ما ضفنا فيه حتى شي قطره ديال الماء. غادي نستمر في الخويه بحال هكا حتى نكمل وندوز معكم المرحله المقبله. هنا مني خويت كلشي كنحرك مزيان باش كتجانس هذاك الشيء كامل. وغادي نضيف واحد العصير ديال الحامض. الدور ديال هاد الحامضة هو انها ما كتخليش داك السكر ملي كيبدا يطيب انه يتبلور لينا، وفي نفس الوقت كتعطينا واحد المذاق زويون مع الكونفيتور. السنيده ملي كطيبو هذا وكيبرد الكونفيتور
ما كيتبلورش لينا داك السنيده وكيعطينا سكر محجر اولا هذا كيبقى مزيان. هنا المرحله ديال الطهي، حطيت الاناء فوق العافيه. العافيه كتكون مهيله يعني متوسطه، ما هي ضعيفه بزاف ما هي مجهده بزاف. صافي وكنبدا كنحرك حتى كنتسنى حتى كتبدا تطلع لينا الكشكوشه. ملي كتبدا كتطلع الكشكوشه كيف ما غادي تشوفوا دابا، ها هي يا كنبداو نحيدوها بشويه بشويه. هاد الكشكوشه هذه كتحافظ لينا على الكرموس، كنحاولوا اننا نزيلوها غير بشويه هكاك كيف ما كتشوفوا. هنا كانت يلاه طالعه الغليه يعني طلعت غير شويه، كنتسنى على فين ما طلعت لي الكشكوشه كنحيدها، فين ما طلعت لي الكشكوشه كنحيدها حتى ما كتبقاش نهائيا. ديك الساعه كيكون الكونفيتور ديالنا صافي صار جاهز. كما كتشوفوا هي الكشكوشه دابا طلعت مزيان بعد ما غلات مزيان، سهله في التحياد، فقط اننا كنديروا المغرفه وكنحيدوها من الفوق غير بشويه حتى كنحيدوها كامله. وقد ما حيدنا هذه الكشكوشه كنتاكدوا بان الكونفيتور ديالنا غادي يصدق لينا وغادي يجينا مزيان، وكنستمروا بحال هكا فين ما غلات وطلعت لنا الكشكوشه كنحيدوها حتى كنكم حتى ما كتبقاش كتطلع عندنا الكشكوشه نهائيا كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. كنبقى كنحرك من الفوق ومن التحت باش كتتجانس مزيان، ولا كانت باقا شي كشكوشه كتزيد كتطلع. الكشكوشه الاخيره اللي غادا تطلع لينا هي هذه، انا كنحيدها. شفتوا ما بقاتش مجهده بحال الاول، ولات ملونه ما بقاتش بيضه كيف ما الاول، يعني باننا راه وصلنا للمرحله ديال الطهي النهائي ديال الكونفيتور ديالنا. صافي دابا حيدنا الكشكوشه كامله اللي عندنا، غادي نحركوا مزيان وغادي نبقاو مقابلين الكونفيتور ديالنا حتى يطيب. وهنا بعد ما طاب الكونفيتور ديالنا ها هويا طفيت عليه، وهذه هي النتيجه ديالنا. الكونفيتور طبيعي غزال من صنع يدك في دارك بدون مواد حافظه، كتصوبيه لذيذ وكتعرفي اشنو كتاكلي. كنخليه حتى غادي يدفى شويه، وغادي نبدا نمعك فيه شويه بهذيك المغرفه. اللي بغى يدوز شويه في المولينكس يدوزو، يخلي طريفات واضحين ويدوز ما تبقى في المولينكس او لا في الباتر في هذاك المولينكس ديال اليدوي. صافي وكنديروا في القريعات ديالنا وكنعقموهم في الماء طايب، كنديرهم في الماء طايب. هذه المرحله ما تصوراتش ليا. صافي وكنقلبوهم بحال هكا وكنخليوهم، وها هو عندنا كونفيتور ديالنا. شوفوا هاد 2 كيلو شحال خرجت ليا تبارك الله، 2 قراعي كبار وهذيك القريعه الصغيره عامره، وبقى لي واحد شويه درتو في هاد القريعه هادي، هو اللي غنبدا ناكل هو الاول. هذا غنديرو في الثلاجه، والاخرين غنخليهم هكاك مقلوبين حتى الوقت اللي نبغيهم، ونبدا نحل بالقريعه بالقريعه. درتهم هما دافيين ودرتهم في كاسرونه فيها الماء، وفرشت لها واحد الزيت وحطيتهم طلعت فيهم الغليه حتى تبخو مزيان وكيتحيد منهم داك الهواء اللي لداخل، وصافي وها هما واجدين وبصحتكم وبراحتكم. هذه هي النتيجه ديال الكونفيتور ديالنا من برد. كتقدموه في الفطور مع فريميج كويز ديال اتاي ولا القهوه وحليب ولا هذا، وبالصحه والراحه، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوناش من لايك واشتراك ودعموا الفيديو.